افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم فعالية الدورة الـ20 لمعرض انترسك للأمن والسلام الذي تستمر فعاليته حتى 23 من يناير الجاري، حيث يشهد مشاركة 1337 عارضا من 59 دولة، كونه يعد أبرز معرض تجاري لصناعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في العالم. ورافق سموه خلال افتتاح المعرض كبار المسؤولين الحكوميين والمنظمين وممثلي الصناعة الإقليمية. وخلال الافتتاح قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم: شهدت الفترة الأخيرة زيادة أهمية قطاع الأمن والسلامة بشكل ملحوظ، وعلى مدى السنوات الـ20 الماضية سجل معرض انترسك نموا كبيرا ليصبح أهم معرض تجاري متخصص في صناعة السلامة والأمن على الصعيد العالمي. وأضاف سموه: لعب انترسك دورا مساهما في تعزيز سلامة وأمن المجتمعات من خلال طرح أحدث الابتكارات والتطورات للزوار وأصحاب المؤسسات في الشرق الأوسط. ويؤكد نجاح المعرض على أهمية دور دبي الإيجابية في دفع عملية التغيير والإبداع وتحقيق التنمية على مستوى المنطقة.